بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحضروا إن شاء الله واحد طبق ديال أملو اللي كنحتاجو فيه نص كيلو تاع اللوز. اللوز يكون مقرمل يعني يطيب في الفران واحد المدة ديال 12 ولا 13 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. يعني لما تهرسوا اللوز هكا يعني تكون بحال لون تاع اليد. وغنحتاجو 7 المعالق تاع الزنجلان اللي تا هو محمر، كنحمروه او ميم طون في نفس الوقت كنحمروه مع اللوز، كيدخلوا مع بعضياتهم الفران وكيتحمروا ما بين 12 حتى 13 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. غنحتاجو العسل تقريبا واحد 3 المعالق تقريبا تاع كبار تاع العسل، وكنحتاجو لزيت العود. هادشي اللي كنحتاجو في املو. نبدأ على بركة الله. دابا غنبداو نطحنو في اللوز هنا. دونك نلوحو اللوز الكل في الروبو، دونك بعد ما درنا كلشي في الروبو غنطحنهم مزيان. دابا دونك حنا طحناه، ولكن ماشي هذا هو اللي بغينا حنا. دونك هنا يلاه تفرشوش لينا اللوز. دونك حنا ما بغيناش هاكا، حنا غنبقاو نطحنو فيه حتى يولي يبان لينا الزيت. هاد اللوز وهاد الزنجلان خرج الزيت ديالو، عاد ننتقلو للمرحلة الثانية ان شاء الله. دونك غادي نكملو دابا الطحين ديال اللوز بإذن الله سبحانه وتعالى وننتقل من بعد. دونك حنا عاودنا زدناه طحناه. دونك حنا طحناه الا شفتو هنا الوسط ها هو بدا كيخلي ليا واحد الفراغ الوسط، يعني هنا اللوز بدا كيخرج في الزيت ديالو. ها هو بدا كيلصق ليا هنا في الجناب الا لاحظتو مزيان، ها هو بدا كيلصق. غنزيدو عاوتاني الطحين حتى يبان لينا لصق مزيان، حتى يولي الفراغ من الوسط، يعني ما كيبقى والو هنا، كيولي اللوز كامل لاصق في هاد الجناب، في هاد الجناب والوسط كيولي خاوي. وهنا كيبان ليا راه بدا يخرج ليا الزيت. هنا عاد ننتقلوا ليطاب الثالثة ان شاء الله. دونك الى لاحظتوا مزيان ها هو بدا كيخلي لي الفراغ هنا، وهنا بدا كيتعجن، هنا بدا كيتعجن، هنا خلى لي الفراغ. دونك في هذه اللحظه نبدا نزيد هنا زيت العود بشويه بشويه. بعد ما زدنا الزيت باقي ما درناش العسل، دابا درنا الزيت هانتوما الى لاحظتوا، يعني بدا كيتطلق مزيان. دابا هو جاري شويه، دابا كما غنضيف عليه العسل غادي يعقد، ولكن من بعد غنبدا نزيد عليه عاوتاني الزيت. دابا غنضيفو ان شاء الله 3 معالق تاع العسل، ما يكونوش عامرين. هاد العسل راه حر يعني باش ما يضرش حتى الوليدات، ولكن تاع الماكله يعني باش الدراري الوليدات ولا حنانيت نستافدوا منه مزيان.
الى لاحظتوا بعد ما زدنا العسل ها هو جمد، فهمت؟ شوف فهاد الحاله هادي غادي نزيد زيت العود لاخر مره، ومن هنا غيكون واجد ان شاء الله. دونك بارك عليه، بعد ما زدناه زيت العود لاخر مره ها انتم كتشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهنا غادي نشوفوا لا تيكستور ديالو. وهنا في هذه اللحظه كل انسان على حساب النظره ديالو، كل اللي كيبغي عاقد غادي ينقص زيت العود في الاخر، وكل اللي كيبقي يبغي شويه مطلوق كما انا بحال هكا كنخليها هكا، نخليها هكا اللي كيد هكا زوين باش كيجي زوين في التغماس، يجي في كل شيء الحمد لله زوين، لا في الفطور ولا في الكوتي ولا في اي حاجه. الله من بعد من بعد خرجوا الاملو ديالنا وخويا في الفرع عليهم. الحمد لله ها هو الطبق ديال الاملو ديالنا هو موجود، وفي الصباح نكبوه في زليفات بحال هكا. تاكلوه بالصحة والراحة. وبالصحة والراحة وتوكلوا وليداتكم، املوا لا يتقام عليكم الخيط، وزنين ومزيان للصحة.